السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون غلوتين سونغليت. اليوم فيديو ثاني من سلسلة اللي كنقدم فيها الأخوات البائعين طلبيات بدون غلوتين. هاد السيدة من سلا سلوى سلوى من سلا سيلياكية لعدة سنوات. إذا سيلياكية عارفة كل شيء، الحساسية، أشنو المسموح أشنو الممنوع، بحكم تجربة ديالها وبحكم أنها سيلياكية حتى هي كدير بزاف تبارك الله. شوفوا الشهيوات ديالها، كدير كل شيء لكمون تبارك الله، الشهيوات متنوعين. وعندها كذلك قنوات، عندها قناة سيلياكية وهي وصفات شهية بدون غلوتين. إذا اليوم كنقدمها معكم، إلا كنتو في سلا ساكنين في سلا قرابين ليها، أو كنتو في زيارة تما العائلة أو في سفر، إذا تقدروا تقتنيوا من عندها كل شيء تبارك الله. عندها داكشي زوين، هانتوما كتشوفوا الصور معبرة عن نفسها. غنخلي لكم الرقم ديالها، وعندها الفيسبوك، عندها المهم رقم الواتساب، راه غتلقاوه في هذا الفيديو. المهم معلومات عندكم عليها، عندكم ليها شي تساؤل بغيتو تسولوها، بغيتو دومونديو اللي بغيتو، غتصلوا بها هي شخصيا وغادي تتواصل معكم باذن الله. اذا خليكم مع الصور ومع الشهيوات، والى فيديو قادم ان شاء الله. الا كنتوا هذه اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم. راه فيها راها متنوعه تبارك الله، فيها من كل فن طرب، ماشي غير الوصفات بدون غلوتين كما كتشوفوا. كنشرح حتى الناس اللي كيديروا الطلبيات او مواد بدون غلوتين، بحال كيبيعوا كل شيء كل شيء المواد بدون غلوتين. الا خصكم الدقيق، المقارونيه، الشوكولات، اي حاجه خاصه بحساسيه الغلوتين او السيلياك، كذلك نقص الوزن بطريقه صحيه عن تجربه. اني نقص انا نفسيا اكثر، شخصيا نفسيا شخصيا اكثر من 15 كيلو بطريقه صحيه. فلوجات، المهم قناه متنوعه. كنتمنى تدخلوا ليها، ديروا فيها دويره، ولا عجبتكم تشاركوا فيها وتشاركوها مع الاصدقاء والاهل، وكذلك الناس اللي فيهم سيلياك ولا ما فيهمش، لانها قناة ديالي عامة. اذا خليكم ما تخل خليوا لي شي تعليق زوين، وكنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو ان شاء الله. وتواصلوا مع السيدة، وعندي سيدات اخرى الا كنتو مش غير ماشي في سلا، ما كاتبيش سلا، كاين عندي فيديوهات اخرى لنساء اخرى كدير هاد الطلبيات، او مطعم بدون غلوتين، او المهم كل شيء موجود في القناة. جمعية، جمعيات، اي واحد كنعرف بيه في هاد القناة. اذا خليكم مع باقي الصور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.